سورة الحجرات، ويسميها العلماء رحمهم الله تعالى بسورة الأدب. وسميت بسورة الأدب لأنها تضمنت آدابا كثيرة أدب الله عز وجل بها عباده، أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعاملهم معه. فافتتح الله عز وجل السورة بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا قولا على قول، ولا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا أمرا على أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا تفتئتوا على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرهم كثير من الآداب التي يحتاجونها، منها غض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختص ذلك بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كذلك يشمل قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما رأى عمر قوما يرفعون أصواتهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم كنتم من أهل هذه البلدة لأوجعتكما. وتلا قول الله جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ومن عجائب هذه الآيات وفي سبب نزولها لما نزل قول الله جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية جلس ثابت بن قيس بن شماس في بيته باكيا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوه عن ذلك فسألوه فقال: شر. ثابت بن قيس قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فحبط عمله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس باكيا في بيت ثابت بن قيس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروه بأنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه. وتمضي السورة يعني كذلك تطلب يعني تأمر المؤمنين بالتثبت والاحتياط، ولا يأخذون الأمر بظنون مجردة، ولا يأخذون الأمر بدون تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذكرهم بمقام النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وحق الله، وهذه نعمة عظيمة. نعم، يعني بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعمل بالوحي المنزل من السماء، ولا يعمل ولا يستجيب لمجرد أهواء الناس. نعم، لذا قال جل وعلا في يعني مبين ذلك يعني: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لأصابكم المشقة والعنت، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعم الله عليم حكيم. وذكرهم الله عز وجل بما بينهم من الأخوة التي تقتضي المودة والتآزر والتعاون ونصرة المظلوم، وهذه كلها آداب. وحذرهم كذلك من السخية من بعضهم بعضا، وكذلك من أخذ الناس بمجرد الظنون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، حذروا من الغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. حذرهم من ذلك، وأخبرهم بنعمته عليه أنه جمعهم من أطياف شتى، ووحد بينهم وربط بينهم برباط الإسلام ومودة الإيمان. ثم حذرهم في نهاية السورة، حذر بعض الأعراب
من أن تكون أعماله مخالفة لقولهم، من أن يمنوا على النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهم. فقال جل وعلا قل يعني يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لذلك لهذه الآداب العظيمة سميت بسورة الأدب، ختم الله جل وعلا السورة المباركة بتحذير عباده بأمر الله جل وعلا عبادي بمراقبته في السر والعلن. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض وعلمه يقتضي سبحانه وتعالى مراقبته لعباده، يقتضي من العباد أن يراقبوه في كل قول وفعل والله بصير بما تعملون. في هذه سورة الأدب والأدب هو كما ذكرنا هو مجموعة القيم والأخلاق التي يجب أن يعيش المؤمن في ظلالها. نعم، وهذه القيم والأخلاق الذي هو يعني الأدب قال عنه ابن المبارك رحمه الله تعالى نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى طلبنا الأدب 30 سنة وطلبنا العلم 20 سنة. فالسلف رحمهم الله تعالى قالوا يقدمون الأدب على العلم، والأدب أن يحسن المرء التأتي، يحسن السؤال ويحسن العرض، ويعني تكون منظومة القيم والأخلاق يعني تظلله ويعيش من خلاله في معاملاته، في حل، في حال، في يسر، في عسر، في منشطه، في مكره. وهذه المنظومة العظيمة من الأخلاق ومن الآداب هي التي تفرق، التي يعني تجعل الحياة مستقيمة، وبدون هذه المنظومة تتحول الحياة إلى غابة كثيفة يلفها الظلام، ويعني تتحول إلى بحر لجي عميق تأكل الأسماك الكبيرة الأسماك الصغيرة، والبقاء فيها للأقوى. يبقى هذه غابة وليست حياة، فلتحول حياة الإنسان إلى حياة بهائمية بدون هذه المنظومة، بدون الأدب والأخلاق والقيم التي ينبغي أن يحاكم كل امرئ نفسه إليه. والعجيب بأن لا يمكن أبدا لأي أمة أن تستقيم إلا بذلك. حتى الكفرة يعني حتى من يعبدون بوذا، الناس دي كيف يعيش بعضهم مع بعض؟ لابد لهم من منظومة من القيم يتعايشون من خلاله. لكن الله جل وعلا يعني فضلنا بهذا الدين العظيم بفضل الله جل وعلا وعصمنا وإياكم ولله الحمد، وعصم المسلمين من السجود للصنم. فالمسلمون هم أولى الناس بهذه المنظومة، منظومة القيم والأخلاق والأدب. نعم، وهذه كلها مضمنة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما أمر الله عز وجل به فهو من في ضمن هذه المنظومة، وكل ما نهى الله عز وجل وكل ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، وكل ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فخارج منظومة القيم، خارج منظومة الأدب. ولذلك نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله وسلم ألا وإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كأمر الله جل وعلا ونهيه كنهي الله جل وعلا، وذلك لأنه ينطق بالوحي المنزل من السماء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ألا وإنما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أمر الله جل وعلا به، لأن كلاهما وحي من الله عز وجل. فهذا تعليق يعني على السورة التي قرأت، ومهم جدا القرآن كما ذكرنا أن يكون لك تأمل وأن يكون لك فيه نظر وتبصر في معاني القرآن، لأن القرآن ليس كأي كتاب، القرآن أجل كتب الله عز وجل، ما من خير في الكتب السابقة إلا وضمنه الله عز وجل كتاب الله جل وعلا. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهيمنة القرآن معناها أنه ما من خير في هذه الكتب إلا وضمنه الله، وما من شر فيها إلا والقرآن بينه
فحين تجد كتابا يخالف ما في كتاب الله جل وعلا كتابا سابقا فتعلم بأنه باطل، لأن القرآن مهيمن على غيره من الكتب، وهذه الهيمنة تقتضي أنه حافظ لما فيها من خير، يعني مبين ما فيها من شر. وهذا يقودنا دائما إلى ملازمة تلاوة كتاب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوي البقرة وآل عمران.